بصراحة لو ما قلتش الصراحة هترجع السجن تاني، وانت عارف ان انا عارف كل حاجة. البت بنت عم حمزة. بنت عم حمزة؟ حلوة البت دي؟ حلوة يا عم سلامة، والله العظيم حلوة قوي. بتحبها؟ مش عارف، انا اصلا مش عارف يعني ايه حب. طيب قول لي، لما بتشوفها بتحس بيه؟ انا اصلا بفكر فيها طول الوقت. كل ما افكر فيها تحس ان قلبي بيدق بسرعه قوي. طب انت عارف انا اول مره شفتها حسيت ان قلبي هيقف ونهار من طولي. عندك استعداد تعمل اي حاجه عشان تتكلم معاها؟ ايوه يا عم سلام. طيب عندك استعداد تهرب تاني يا حسن؟ انا مديك الامان اتكلم. ايوه. يبقى بتحبها. طالما انت بتعمل الحاجات اللي انت في طبيعتك العاديه ما بتعملهاش، يبقى ده اسمه الحب. حب شجاع جريء يا حسن. والحب اللي بيخوف ما ينفع. وانت شجاع وجريء وتستاهل تتحب. مش فاهم قصدك عم سلامة. ما فاهمك بس تديني الامان. زمان يا حسن انا كنت بحب واحده، لكن ما عشتوش الحب ده. لما انت لازم تعيش حبك. اهرب يا حسن، روح اتكلم معاه، سيب الدار واهرب. اهرب بس اقولك انا ما قلتلكش حاجه خالص، اتفقنا؟ والله كبروا بالولاد وعرفوا يحبوا. وبعدين يا رايق، انت هتفضل قاعد لي كده في البيت زي ارض قطع ولا ايه؟ زين رفع عليا السلاح يا شروق، كان بيني وبين موت 2 سنتي. 2 سنتي ونص. طب الف بعد الشر عليك يا حبيبي. الله، انا ما حدش طايقني ليه يا جماعه؟ كما لو كنت قاعد على حجركو. زين قال لي لو شافني تاني هيقتلني، وهاشم عامل حفلة النهاردة ومصر اني اروح. ويا عالم، ممكن اروح الاقي زين. وسيف قال لي الدارة اليومين دول شوية، مش عارف، في كل خرابة مهموز. وانا راجل كبير، لو خدت المهموز ده هروح فيها. يا رب حياة حبيبك النبي يا رب زبطني الدنيا. الله، في ايه؟ هو انت هتفضل طول الليل مزاولنا يا رايق ولا ايه؟ ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. انت قلت ايه؟ ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. والله العظيم ما اطلع اغنيه حلو. ما هو العسل اللي انت فيه ده هو اللي هيودينا في داهيه. شاعر قد الدنيا. منور يا رايق. الله يخليك يا هاشم بيه، وانت وسيف بيه برضه. تسلم. مش كنا اتجمعنا القعده الحلوه دي عندي في الكباريه؟ تتعوض، احنا متجمعين هنا عشان نشتغل. ولا انت سايب الشغل عشان تفك شويه؟ لا، ما انا برضه بتاع شغل، بس الشغل عندي هناك لا
دي طعم تاني خالص. يا سيدي اعتبرها زيارة من اللي عليك، وهو تجرب الانبساط عندنا يعني. ما شاء الله جامد انت برضه يا رايق، وقلبك ميت مش سهل. مش خايف كده وجاي؟ جدع رايق والله. قلبي مات من الحاجات اللي شفتها يا سيدي. خوفي عليك يا فتحي يتحصل قلبك من كتر الحاجات اللي بتشوفها، وساعتها بقى ننفذ الوصية بتاعتك وكلنا كده بالصلاة على النبي نروح نسهر في الكلاب بتاعك. حبيبي ده انت زوجك طلع وحش قوي. من بعيد كانت حلوه والله، انا مش عارفه ما قبت عليا ايه اللي حصل. طب قولي مين عاجبك وانا اظبطك معاه. تظبطيني؟ مين الوحش؟ رودي سيف العزازي. تعرفنيش؟ لا ازاي؟ على راسي يا داخليه. طب سيبك من الداخليه وخلينا في الخارجيه. قولي مين عاجبك في الحفله وانا اظبطك معاه. بس كده بابا يزعل. بابا يزعل لو انا زعل. تعالى معايا عشان ما يزعلش. وانا ما اقدرش على زعل بابا. شايف يا خبيتة الواد عندها بنت سيف دي في ميني دي كسر كسر يا تاني اللي عايزه خلف. اتفرج على الجمال والحلاوة والأدب وقلة الأدب. ريهام وده بنصلك عليه معفن. انت معفن ليه بس؟ انت مستقل بيا ليه؟ يا ده الطيبون للطيبات، دول ولاد ناس، احنا ولاد كلب. بس انت مالك كده يا رايق من الصبح مش على بعضك؟ لا دي حوارات كده نبقى نحكي فيها واحنا رايقين، انما الليله سيبينا نسهر وننبسط براحتنا. طار بقى يا رب، كفايه متعه يا رب. طب انا همشي بقى عشان خنقتوني. بحبك وانت مركز مع الكل وعامل نفسك مش واخد بالك. قعدت يعني ولا اشتريها؟ على فكره انا زعلانه منك. انت عارفه دي المره الكامله تقولي لي فيها كده؟ يعني انا غلطانه؟ انا غلطانه يا ريهام اني بقولك ان انت مقصره معايا؟ يا حبيبتي لا، بس انت عارفه ان انا على طول مشغوله مع بابي في الشغل، يعني ما بخرجش اصلا. ايه بقى لازمه الزعل دلوقتي؟ يا بت يا بت وحشتني خروجاتنا كده وقعدات النمل بتاعتنا. والله وانت كمان يا نودي وحشتيني. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي ننام كده شويه. ها فين؟ شفتي الواد اللي نزل العطار؟ اه ده البيت رودي شقطته في ثانيه. رودي دي اصلها ما شاء الله عليها مدرسه. اه مش كده؟